بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في خدمة دروس، وعنوان درسنا لهذا اليوم: المخلوقات العظيمة تدل على أن خالقها عظيم، وستقدمه لكم محدثتكم الأستاذة نورة. تعرفنا في درس توحيد الربوبية على أن هذا الكون البديع الواسع وما فيه من المخلوقات العظيمة كالليل والنهار والشمس والقمر والنجوم يدل على أن لها خالقا عظيما يستحق العبادة وحده دون سواه. فمن هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. نشاهد هذا المقطع سويا ونتعرف على مخلوقات الله سبحانه وتعالى العظيمة. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا اذكر بعضا من المخلوقات التي شاهدناها في المقطع السابق. فكروا. أحسنتم، الجبال أيضا، الأرض والكواكب رائعون، أيضا الإنسان ممتاز، الحيوانات والنباتات رائعون. إذن تعرفنا في درس المخلوقات تدل على خالقها أنه لا خالق ولا رازق إلا الله.